نتواصل في هذه الوقفة التحليلية على شاشة التلفزيون المصري مع الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك مرة ثانية. الصورة تتحدث وربما تكون أبلغ من العديد من الكلمات. مرة أخرى، كيف لإسرائيل أن تزرع نفسها في بؤرة بهذه الممارسات أو في منطقة ترفض ممارسات إسرائيل باتجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وما تعانيه من هذا التعسف الإسرائيلي وتمارس هذه الضغوط بكل أريحية؟ يعني أعتقد الحشود اللي بنشوفها دلوقتي في مختلف الدول العربية في مختلف العواصم العربية هي تعبير حقيقي عن رأي أو الرأي العام العربي وأيضا الرأي العام فيما يخص مختلف الدول المعنية حول العالم بالقضية الفلسطينية، يعبر عن كيفية رؤية هذه الشعوب لما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية، ويعبر أيضا عن يعني وجهة نظرهم ورأيهم فيما يخص القضية الفلسطينية على المستوى المدى الطويل فيما يخص القضية الفلسطينية وفيما تقوم به إسرائيل في الوقت الحالي داخل قطاع غزة من عملية إبادة جماعية. أعتقد أن المسألة مشتركة وليست فقط يعني تخص بعض الدول الجارة أو الإقليمية، لا تخص مختلف الدول العربية، وهناك أيضا يعني فيما يخص هذا الموضوع هناك تعاون ما بين القيادة المصرية ما بين مصر ومختلف دول المنطقة، هناك الأردن، هناك دول مجلس التعاون الخليجي، جميعها تتكاتف جنبا إلى جنب في محاولة لحل في القضية الفلسطينية سواء على المستوى الاستراتيجي أو فيما يحدث في الوقت الحالي داخل قطاع غزة فيما يخص سفك الدماء وعملية الإبادة الإسرائيلية التي تحدث منذ أيام داخل قطاع غزة. أعتقد أن قمة السلام أيضا التي ستنعقد غدا هناك عشرات الدول أكدت أنها ستحضر القمة من بينها عدد كبير من الدول العربية ستحضر القمة، وأعتقد أنها ستكون يعني ستعبر أولا عن رأي هذه الدول العربية ودول المنطقة فيما يخص هذا الأمر، وأيضا ستكون معبرة عن رأي العالم أو رأي عام عالمي فيما يخص القضية الفلسطينية سواء على المستوى الاستراتيجي أو المستوى الحالي. أعتقد أنها ستنتج يعني ستكون لها مخرجات حثيثة فيما وجوهرية ويعني فاصلة فيما يخص القضية الفلسطينية بشكل عام وفيما يخص الوضع الحالي في قطاع غزة. أعتقد أنها قد تساهم أولا على المستوى الإنساني في إدخال المساعدات وفي تحويل المزيد من المساعدات من دول العالم ومن مصر إلى قطاع غزة، وأعتقد أنها أيضا ستساهم في سواء الموقف الإنساني أو على الموقف السياسي فيما يخص الأوضاع الجارية في قطاع غزة. أعتقد أيضا أنها قد تكون يعني دعوة أو ستشكل ضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية الحالية في قطاع غزة.